في ليلة الإسراء والمعراج فرض الله تعالى على نبيه محمد وعلى أمته 50 صلاة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بإشارة نبي الله موسى عليه السلام، فلم يزل يسأل ربه التخفيف فحط عنه 5 ثم 5 إلى أن بقيت 5 صلوات، فقال الله تعالى قد خففت عبادي وأمليت فريضتي. في رأي أخرى لا يبدل القول لدي، هن خمس وهن خمسون، يعني 50 في العدد والحساب و50 في الأجر والثواب. فصلاة حضرة ربانية وحضرة قدسية وقرة عين سيد المرسلين. يقول عليه السلام وبالله من دنياك ونساء طيب وجعلت قرة عيني في صلاة. قال حبيب عبد الله بن نون المحسن عطاف أكثر فتوح العلويين في الصلاة وراثة من جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة المحمدية سلفا وخلفا أن هذه الصلاة المكتوبة لا يسقط فرض عن المكلف الذي هو البالغ العاقل إلا بالموت أو زوال العقل، فما دام عقله ثابتا لا يجوز له ترك الصلاة، وإن بلغ بالمرض إلى أقصاه فيصلي كيف أمكنه، لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولم يكن شيء من أركان الإسلام الخمسة يغتر صاحبه بتركه كسلا إلى صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا وقد كفر جهرا، ومن ترك الصلاة متعمدا وقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله الأحد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والآن وقد أصبح اليوم كثير من المسلمين في هذا الزمان لا يعرفون الحكم، لا يعرفون الحكم التي جعلها الله تعالى في الأوامر والنواهي وفي كل أداء ما أوجبه الله. فهم مثلا يصلون على سبيل العادة يتوجه إلى القبلة ويكبر يقرأ الفاتحة ويركع ويرتفع ولا يستشعر عظمة الله ولا يستحضر وقوفه بين يدي الله. والله سبحانه يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها، كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، هي إلى العقوبة أسرع. قال بعض المستشرقين من النصارى كانت العرب في الجاهلية يشربون الخمر في اليوم ليلة 5 مرات عند الصباح عندما يقومون من نومهم، وقت الظهيرة عندما يرجعون من عملهم، وفي عشيتهم، وفي أول الليل، وفي أثناء الليل. فجاء محمد بن عبد الله المصلح العظيم، هم يقولون المصلح العظيم لأنهم لا يعترفون بنبوته، يقول محمد إلى مصلح اجتماعي. فجاء محمد بن عبد الله المصلح العظيم بالشخصية القوية استطاع أن يجعل أصحابه والخمر من عرفها لا يقدر على تركها. وجاء محمد بن عبد الله قال فجعل أصحابه يتركون الخمر، يتركون شرب الخمر في هذه الأوقات الخمسة، فجعل مكانها 5 صلوات، فكان الخمسا بخمس. وآخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الوفاة لا يزال يقول الصلاة يسر متى الصلاة ما ملكت أيمانكم وما ملك إيمانكم، لا يزال يقول هكذا حتى خفي كلامه وقفض لسانه ومات على ذلك. الصلاة وما ملك.
فعلينا فالواجب علينا جميعا أن نعلم علينا جميعا أن نأمر وأن نؤدب أولادنا وأبناءنا وبناتنا وننشئهم وننشئهم على المحافظة على هذه الصلاة الخمس بشروطها وأركانها في أوقاتها المحمودة حتى يعرفوها ويعتادوها فتصلهم عادة فلا يقدرون على تركها. وإن شاء نشأة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأما إذا نشأ على التسهل فإن الصوت يتركها ولا سيما إذا سافر إلى بلاد الغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوا عليهم وابناء أبناء عشر وفرقوا بينهم في الجماعة في المضاجع. فالشرع كما أوجب علينا الإنفاق على أولادنا أوجب علينا أن نأمرهم بالصلاة وأن نؤدبهم على ذلك. وقال عليه السلام كل مولود يولد على فطرة فأبهوا يحودان أو ينصران أو يمجسان. قال بعض العرب ابنك بعد البلوغ إما صديق لك وإما عدو لك. فتصير صداقة في الدنيا عداوة يوم القيامة. ذلك يوم يقول فيه يوم يثير المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبه بكل امرئ من يومئذ سأل يغنيه.